بضمير إنساني حي وشعور عال بالمسؤولية، تقوم الناشطة الحقوقية تسهيد عاصم والمعروفة بأم مرام بتقديم خدمات إنسانية للناس. كرست جل وقتها لأعمال الخير ومساعدة المحتاجين في محاولة منها للتخفيف ولو بصورة محدودة من وطأة الظروف المعيشية الصعبة. إنها الناشطة المجتمعية تسهيد عاصم أو أم مرام كما تعرف الناس على تسميتها. النشاطات اللي أنا أشتغل فيها هي حقوقية إنسانية خيرية. مجالات العمالة الحقوقية نحاول بقدر المستطاع أن احنا نوجهها إلى الإنسانية بسبب الظروف اللي نمر فيها من فترة. خصصت هذه الأعمال علشان نكون نساعد ولو بشكل خفيف في المساهمة في مساعدة المجتمع اللي نحن عايشين فيه، الأفراد هذا المجتمع احتياجاتهم طبعا حسب متطلبات المرحلة، سواء كانت طبعا الاحتياجات هنا تختلف، في احتياجات مرضية، في احتياجات غذائية، في احتياجات علاجية، فكل هذا هو اختصاص اشتغلت فيه وحاولت بقدر المستطاع ان انا اكون احاول بقدر المستطاع اني اجمع هذه النواحي واشتغل عليها واتخصص فيها واركز تركيز عليه. بجهود ذاتية وامكانيات محدودة تعمل تسهيد عاصم على تلبية احتياجات الكثير من الأسر الفقيرة، وتحاول عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن تفتح نوافذ الأمل في وجه اليأس. أول ما بدأت شوية في عرض حالات في قبول، القبول هذا تطور تدريجيا إلى أن وصل إنه يعني شمل بأنه الاسم أصبح واضح، مرام الخير، مرام مساعدة كده كده، يعني حتى اسمي الحقيقي أنا ضلت فترة أني نسيت الاسم الحقيقي، وثبت في أفكار الناس وأذهانهم التعامل معي بأم مرام. الصفحة يعني الحمد لله وجدت عدد متابعين كبير، اهتمام، تفاعل كبير، الناس حابة الخير بس تشتي أمانة، المصداقية، وهذا صعب أنك أنت يعني تثبتيه للطرف الآخر، لكن ممكن تثبتي، يعني الصعوبة مش هي الاستحالة، لكن الصراحة اللي يحاول بقدر المستطاع يركز في عمله ويستغل موقع التواصل الاجتماعي بشكل سليم بينجح، يبتعد عن أي مهاترات، يبتعد عن أي أمور، يركز في هدفه، يستغل هذا العمل في هدفه، بيحقق جميع النجاحات. قبل 6 أعوام بدأ نشاطها الخيري حينما قررت أن تصبح عنصراً نشطاً وفاعلاً في مجتمع هو في أمس الحاجة إلى تضافر جهود الجميع، ولم تكن تجربة البدايات إلا حافزاً للاستمرار في هذه المهمة الإنسانية. فكرة جتني في قبل 6 سنوات وأنا كنت في المكلا عايشة. الصراحة كانت بداية مساعدة شهداء الحراك، في تلك الفترة كان في شهداء الحراك وعددهم كثير وكذا، حاولنا بقدر المستطاع نساعد ونساهم في مساعدة هؤلاء الشهداء أو الجرحى. بعد كده تطورنا على يعني لما شفنا العمل كان له قبول ومردود حلو، قلنا ليش يعني ليش بدي أركز فقط على الشهداء، في حالات إنسانية محتاجة إن احنا نركز عليها، فشوية شوية توسعنا وبدأنا وانطلقنا. للأسف الشديد في المجتمع اليمني أو المجتمع العدني أصبحنا نتأثر بأنه هذا انتماءه لفين، هذا ليش يعمل هذه الأعمال، أكيد هذا ينتمي لحزب كده كده، هذا ينتمي لجماعة كده كده، وهذا شيء غلط، لأنه أنت تعمل تقييد. المفروض أنه الخير لازم يكون شامل، لازم يكون من إحساس الإنسان بالمسؤولية، إحساس الفرد في مجتمعه، لكن هذه كانت عقبة في طريقي، كانت وما زالت عقبة إلى الآن، هو تحديد انتمائي، وأنا مستقلة وأعمل للخير وحبي للخير، لكن الصعوبات والعقبات اللي أواجهها في العمل هي مسألة الديمومة، ما فيش حاجة دائمة، يعني أنا أحلم أن تفعل المستشفيات الحكومية تعود بشكل أقوى،
تحاول بقدر المستطاع أن تكفي المواطن، تكفي من جميع النواحي، في مصدر دخله الشؤون الاجتماعية، لو يعني يعيدوا تفعيلها، تهتم بالأرامل، بالمكالف، بالنساء اللي ما عاد لهم عائل، هنا شوية بتخف المعاناة، شوية بتخف الحالات. لكن حاليا نفس الحالات تزداد، في ازدياد في ازدياد، أصبحنا مقيدين. يعني أحيانا يعني تحس إنك بألم كده، يعني إيش ممكن إنك تفعلي لهذه الحالات كلها؟ صعب إنك يعني تشملي جميع الحالات، تبقى القيود تبدأ تصعب عليك، تتقفل أبواب عليك، لكن سبحان الله تسعي وربنا قد يعني يخارج ويساعد ويساهم في المساعدة طالما النية صادقة. تشكو تسهيد عاصم من طريقة عمل الكثير من الجمعيات والجهات المعنية بأعمال الخير، فأغلبها كما تقول محدودة المجالات، آنية الأنشطة، ولا تراعي احتياجات الناس على المدى البعيد. في منظمات مجتمع مدني وفي مؤسسات في كل شيء، لكن قلة قليلة اللي تهتم بالأعمال الإنسانية. علشان كده أنا بصراحة من يوم ما انطلقت في هذا العمل ما أحبش أني أربط نفسي بأي مؤسسات ولا منظمات، أحاول أني أعمل بشكل حر عشان أقدر أبدع، عشان أقدر أساعد، ما أحبش القيود. ففي عدن في نشاطات وفي أعمال، والخير طبعاً لا ينقطع، لكن ما فيش اهتمام كبير بأن تكون مسألة دائمة. يعني لو تلاحظي أنه أغلب الأعمال الإنسانية محدودة، فقط تعطي مثلاً مصدر رزق أو دخل لمدة شهر، تعطي علاج لمدة شهر. الحالات هذه محتاجة لي يعني تكون دائمة، لأنه أنت مثلاً إذا كان وضع الأسرة اللي أنت تساعديها العائل الوحيد قريح أو مريض ما يقدر، فكيف أنت ممكن تساعدي فقط في الشهر هذا؟ أكيد لازم تكون إيش؟ دائمة. عشان كده هذه المسألة هي اللي صعبة وتعتبر عقبة في طريقنا. تؤمن بأن عمل الخير هدف أسمى ومهمة إنسانية، ليست مقتصرة فقط على الجمعيات والمنظمات الخيرية، بل قد تمارس كنشاط فردي وبصورة مستقلة، وهذا ما ساعدها على القيام به بشكل أفضل. أنا أمل في مجال حقوق الإنسان أن تفعل وزارة حقوق الإنسان بشكل جاد، أن تفعل المؤسسات والوزارات الحكومية الخاصة باحتياجات ومصلحة المواطن بشكل جاد. يعني زي ما قلت لك وزارة الصحة، هذه أهم وزارة، لو فعلت كثير من المشاكل نحن ما نرتاح منها. يعني أحب أنه الإنسان أو الفرد في المجتمع يحصل حقه، لكن مرحلة الضياع والتشتت والعشوائية اللي نحن فيها بتؤثر سلبياً على حياة الفرد، بتدخل في الفراغ، والفراغ كلنا نعرف إيش خطورته وإيش سلبياته. بالنسبة للمستوى الشخصي أحب، زي ما أحلم بالأصح، أني أطور من هذا العمل، يصبح العمل هذا شامل، بحيث زي ما قلت لك يكون دائم. يعني أهم حلم في حياتي في العمل هذا إنه أحاول بقدر المستطاع أوصل لأن احتياج المساعدة هذه تكون دائمة، بس كيف وكيف بيكون هذا كله منتظره الفرج من الله إن شاء الله. تطمح الناشطة المجتمعية تسهيد عاصم إلى جعل أعمال الخير نشاطاً مجتمعي، وتحلم بوصول المساعدات إلى مستحقيها، بعيداً عن أي محاولات لتوظيف هذا النشاط الخيري لغير أهدافه الإنسانية.